بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائنا وبناتنا، طلاب وطالبات محافظة سوهاج، أهلا ومرحبا بكم معنا في منحة برمجة الألعاب المقدمة لكم من مركز التطوير التكنولوجي وفريق أوفيس 365 سوهاج بقيادة الأستاذ طارق أبو زاهر مدير أكاديميات مايكروسوفت. النجاح عبارة عن هدف وخطة وتنفيذ واستمرارية. هدف بدون خطة مجرد حلم، خطة بدون تنفيذ ضياع للوقت، تنفيذ بدون استمرارية ضياع للطاقة. ربنا عز وجل منح كل إنسان فينا طاقة داخله يقدر يستثمرها ويسخرها لخدمة نفسه وخدمة الآخرين، علشان يقدر يرتقي بنفسه ويرتقي بمجتمعه اللي بيعيش فيه، علشان نرتقي بأنفسنا وبمجتمعنا. النهاردة عايزين مع بعض كده نستثمر الطاقة اللي ادهلنا ربنا الداخلية اللي جوانا دي في إنجازات كتير مفيدة نقدر نستفيد منها في حياتنا العلمية، ونقدر نستفيد منها في حياتنا الخاصة. معنا ومعكم على مدار 4 محاضرات المدربات رشا أمين وأفكار أحمد وشرح منصة أو تطبيق كوز بيسز إيديو. لما قلت كوز بيسز إيديو في جت تساؤلات كتير قوي في دماغي، زي إيه مثلا؟ يا ترى إيه هي كوز بيسز إيديو؟ هقدر أوصل لها إزاي؟ أنا هقدر أستفيد منها بإيه؟ طيب هل ممكن اشتغل عليها؟ هل اقدر اعمل حساب على المنصة دي او على التطبيق ده وانا لسه طالب؟ ممكن اعرض فيها شغل ليا ولا لا؟ واسئلة غيرها كتير ممكن تطرق على دماغي. تعالوا نستعرض مع بعض كده الاجندة التدريبية لينا على مدار 4 ايام. اليوم الاول ان شاء الله هنتعرف فيه على برنامج كوز بيسز إيديو وكيفية الاستفادة منه في العملية التعليمية. يومنا الثاني هنستعرض أساسيات البرنامج. اليوم الثالث إن شاء الله هنتعرف على البيئة في كوز بيسز إيديو. اليوم الرابع هنوصل فيه لتصميم لعبة على كوز بيسز إيديو. نشوف مع بعض محاور يومنا الأول اللي هو اليوم النهاردة مع بعض. المحور الأول وهو تعريف برنامج كوز بيسز إيديو، هتعرف على البرنامج ايه هو. المحور الثاني أهمية البرنامج واستخداماته والاستفادة منه كلعبة تعليمية، أنا أقدر استخدمه ازاي واستفيد منه ازاي في المجال التعليمي إن أنا أعمل عليه لعب تعليمية. محورنا الثالث إن شاء الله بيكون الفرق بين الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR وكيفية الاستفادة منه. تعالوا نشوف مع بعض أول محور من محاورنا وهو تعريف تطبيق كوز بيسز إيديو. كوز بيسز إيديو ده تطبيق مصمم أصلاً لتصميم الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وهنشوفهم دلوقتي كل واحد على حدة. بنقدر نشتغل عليه كطالب وكمعلم أو بشكل فردي، أو ممكن إن إحنا بنشتغل عليه بشكل جماعي، والكلام ده هنشوفه بطريقة عملية في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله. يعني بقدر أشتغل في مجموعات كمعلم والطلاب بتوعه إن هو بيقدر يعمل فصل على كوز بيسز إيديو وبيشارك فيه الطلاب بتاعته عبر الأكواد الخاصة اللي هو بيبعتها لهم. كمان بتقدر تشتغل كشكل منفرد إن كنت طالب أو معلم. إحنا نقدر نفعل حساب على كوز بيسز إيديو لمدة 30 يوم مجانا، دي التجربة الأولى الافتراضية معانا. ده باستخدام كود ضبط إعدادات الحساب. طيب يبقى التعريف بتاع كوز بيسز إيديو معايا هو تطبيق تعليمي متخصص لتصميم الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وبيوفر بيئة تعليمية ثلاثية الأبعاد، ويعد من أهم تطبيقات برمجة الألعاب المستخدمة في إنشاء محتوى تفاعلي يتيح للطلاب إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد أو أشخاص كرتونية زي ما بنشوف في الكرتون مع بعض داخل البيئة التعليمية الخاصة بيه، وبتمكنهم من التحكم فيها عن طريق البرمجة، سواء كانت
قصة من وحي خيال الطالب، حاجة في وحي خيالك انت بتتخيلها وعايز تنشئها على الكوز بيسز، او ان كنت بتصمم درس تعليمي من المنهج التعليمي بتاعك. يبقى اذا عندي هنا التطبيق بتاع كوز بيسز ايديو، في بيئة ومحتوى بنشئه داخلها وبنشئ داخلها كائنات او اشخاص. يبقى الكوز بيسز عندي هنا بلعب فيه على ثلاث حاجات أساسية: البيئة اللي أنا باخدها وهنشوف دوًا في الشغل العملي، والمحتوى التفاعلي اللي هو بيدور فيه القصة أو بيدور فيه محوره الدرس بتاعي التعليمي اللي بعمله، والكائنات ثلاثية الأبعاد اللي هي المجسمة زي الأشخاص الكرتونية اللي إحنا بنجيبها، بنقدر نجيبها بنضيف لها حركة، بنضيف لها صوت، ممكن إن أنا بسجل صوت بصوتي أنا وبنزله على الكمبيوتر وبعد كده بنزله على الشخصية اللي بتتكلم دي، وكل الكلام ده هنعرفه مع بعض بطريقة شغل جميلة جدا وشيقة. تطبيق كوز بيسز ايديو شغله عالي وجميل جدا وسلس، ونفهمه ونطبقه بطريقة علمية جميلة فعلا هيوفر معانا كتير قوي، وخاصة في الدروس المنهج التعليمي. لو انا اشتغلت على كوز بيسز ايديو او اي تطبيق من تطبيقات البرمجة للألعاب واستخدمتها استخدام صحيح في المناهج الدراسية، فعلا بطلع بنتيجة فوق الممتازة. تعالوا نشوف محورنا الثاني، وده بيحقق على فكرة مهارات القرن 21 زي التعاون والإبداع. أنا بطلع القدرة بتاعة الطالب الداخلية، الإبداعات الداخلية اللي جواه إيه؟ اللي هو ممكن يصلحها في اللعبة التعليمية اللي هي تبقى قدامه، تمام؟ كمان بيعلمني التعاون، إن أنا بتعاون، ممكن أنا بعمل حاجة فردية زي ما قلت دلوقتي من لحظات، إن أنت بتقدر تشتغل كفرد وممكن تشتغل كمجموعة، فبالتالي أنت بتتعلم في التعاون وبتحقق مهارات القرن 21. تعالوا نشوف محورنا الثاني النهاردة، وهو أهمية البرنامج واستخداماته وكيفية الاستفادة منه. هو البرنامج ده مهم إزاي، ولا أنا هستفيد منه بإيه؟ طيب طبعا في ظل التكنولوجيا اللي بتواكب العصر بتاعنا دلوقتي بطريقة غريبة وبسرعة البرق، كل يوم في حاجة جديدة في التكنولوجيا، فبالتالي اهتمت المؤسسات التعليمية ان هي تطور من مهارات التدريس سواء كان للطالب او للمعلم، علشان تحسن قدرة ومهارات الطلاب. زي ما قلت دلوقتي انا عايزة اطلع الحاجة الحلوة اللي جوه الطالب، المهارة الكامنة، كلنا عندنا مهارات جميلة جدا، بس عايزة ان انا احط ايدي عليها واطلعها من جواي. يبقى اذا انت عندك بتقدر تحسن القدرة والمهارة اللي فيك في تشكيل صورة بصرية تقدر تتخيلها وتتصورها عقليا وتطبقها باستخدام كوز بيسز ايديو لبرمجة الالعاب. زي مثلا ايه؟ أنا ممكن أستخدمه في العديد من المجالات الدراسية لتطوير مهارات الطلاب، زي مثلا العلوم والرياضة والفنون واللغات وغيرها. إحنا شايفين قدامنا كده الشكل القلب ده، شكل القلب ده هو شغال أهو. هل مثلا أنا مشغلاه فيديو؟ لأ، ده شكل ثلاثي الأبعاد. معنى ثلاثي الأبعاد يعني حاجة مجسمة، يعني حاجة بحسها واقعية قدامي، يعني أنا بحس إن القلب ده فعلا كده بالفعل شغال، إن أنا في قلب ومفتوح نصين وهو بيشتغل في عملية ضخ الدم، وبين الأذين الأيمن والبطين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيسر والشرايين والأورطة وهكذا. كمان زي كده في ثلاثية الأبعاد أو في الشغل ثلاثي الأبعاد معانا، بيخلي عندي عملية الفهم بتبقى سريعة جدا. لما بشوف حاجة عملية شباب قدامنا كده بتترسخ في ذهني أكتر، زي انت كده العملية الدرجة التعليمية بتاعتنا، دايما احنا متعودين ان المدرس بيلقي والطالب بيستقبل، انا بستقبل في دماغي معلومة، معلومة بالكلام، تمام؟ المعلومة اللي بالكلام دي ممكن تكون في دماغي لدرجة بنسبة بسيطة، انما لو المدرس عرض لي صورة قدام مني، ولو حتى صورة عادية من الصورة ثلاثية الابعاد زي اللي احنا عارضينها دي، اي صورة فوتوغرافية عرضها لك على شاشة، فبالتالي المعلومة بتفضل عندي في دماغي مدة أطول. ليه؟ لأن أنا شغلت هنا حاسة السمع مع حاسة البصر، يبقى أنا كده زودت حاسة أو عززت الفهم بحاسة تانية. طيب ما بالك بقى هو لو شغل لك حاجة ثلاثية الأبعاد زي كده 3D واشتغلت قدامك بحركة، في الحالة دي المعلومة هتفضل بطريقة أكبر ولا لأ؟ هتفضل بطريقة أكبر. كمان لو اداني حاجة ملموسة، لو جاب عندي مثلا قلب زي كده وسيلة إيضاح ومسكتها بإيدي واتفتحت
وشاورت على ده وشاورت على ده وشاورت على ده، انا كده فهمت بدرجه اكبر واكبر واكبر. يبقى اذا التكنولوجيا هنا بتلعب دور اساسي في تطوير مهارات الطلاب وفي عمليه تسهيل عمليه الفهم والاستيعاب. تمام. اللي تخيل لو احنا كل طالب فينا حضر درس عنده من دروسه التعليميه بطريقه برمجه الالعاب باي برنامج، سواء من اللي شرح او من برنامجنا دون كوز بيسز ايديو، انت هتعمل حاجه هتبقى معتز بنفسك وبذاتك ان انا عملت حاجه جميله، المهاره اللي جوايا اللي اكتسبتها من تعليمي ومن حضوري للمحاضرات قدرت اعمل حاجه مفيده. اولا افدت بيها نفسي كتير جدا، لان دي حاجه عمري في حياتي ما هنساها لان اشتغلتها بايدي. كمان انا ممكن اعرضها على المدرس بتاعي، وزي ما قلنا ان المدرس بيقدر يعمل فصل داخل كوز بيسز ايديو ويشرك معاه طلابه. يبقى اذا ممكن المعلم دون ياخد الدرس بتاعك ويعرضه في الفصل ده، كل الطلاب هتشوفه. يبقى اذا انت كده استفدت ليك انت احساس بذاتك، طلعت مهارتك اللي جواك، معلومة جت في دماغك عمرك ما هتنساها، وفي الوقت نفسه أفدت الآخرين. طيب ده بالنسبة لأول استخدام ليه. كمان عندي بيساعد على اكتشاف الإبداعات في الواقع الافتراضي والواقع المعزز باستخدام الميرج كيوب، وهنشوفه دلوقتي بعدين في الواقع المعزز. والميرج كيوب دون بستخدمه للتحكم في الصور المجسمة. التطبيق بتاعنا كوز بيسز ايديو متاح لمستخدمي نظام اندرويد على متجر جوجل بلاي من خلال الرابط، وكمان بقدر استخدمه على جهاز الكمبيوتر وعلى الجهاز اللوحي. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف ايه هو الواقع الافتراضي. ايه الواقع الافتراضي ده؟ يعني ايه واقع افتراضي؟ واقع افتراضي انت حد فينا كده يجرب ان هو يسافر من غير ما يسافر؟ لا، ده احنا هنقلبها لألغاز. يعني ايه اسافر من غير ما اسافر؟ جربت ان انت تسافر وانت وقاعد في مكانك كده بوحي خيالك، تسرح بخيالك في عالم تاني او في عالم افتراضي حواليك. طيب الصورة اللي قدامنا دي يا شباب بتبين لنا شاب لابس نظارة الرأس، نظارة الميتافيرس اللي كنا عارفينها، واغلبنا عنده النضاره دي او استخدمها في اماكن الترفيه بتاعه الاطفال اللي انت بتلبسها وبتقف على موتوسيكل بتسوقه او بتسوق عربيه وكانك داخل اللعبه بتتعايش في اللعبه دي. اللي قدامنا دون لابس النضاره دي وكانه بيتخيل نفسه داخل حديقه، او شايف في الشاشه قدامه حديقه كبيره جدا اهو، فيها زروع وفيها نخل وفيها شعاع شمس وفيها فراشات، وهو بيتتبع حركة الفراشة بإيده. يعني أنا متخيلة إن هو عاوز يمسك الفراشة في إيديه. تمام. يبقى هنا هو سافر عبر خياله، سافر عبر خياله في إيه؟ في عالم يقدر يلمسه؟ لا، في عالم غير ملموس. يبقى إذا أقدر أقول عندي هنا الواقع الافتراضي الفي آر هو عالم غير ملموس، ووسيلة وسيلة رائعة للسفر دون استخدام أي شيء سوى قوة إيه؟ قوة التكنولوجيا. يبقى إذا أنا عندي هنا سافرت عبر إيه؟ عبر التكنولوجيا. ما إحنا قلنا دلوقتي في البداية إن التكنولوجيا بتلعب دور كبير قوي في حياتنا، وكل يوم كل لحظة وكل ثانية في تطوير تكنولوجي. هنا باستخدام جهاز الرأس الـ HDM وبتتبع الحركة بيتيح لك استخدام مساحة افتراضية كاملة كأنك انت واقف في المساحة دي بالفعل. يعني هو كده شايف ان هو واقف في الحديقة دي بالفعل، حتى لو كان المكان اللي هو موجود فيه مكان صغير، بس في الشاشة قدامه متسع ومساحة افتراضية خيالية، مساحة افتراضية وخيالية من حواليه كاملة كأنه واقف في الحديقة كاملة بالفعل. كمان ان انت لو بتعرض لعبة من الألعاب كأنك داخلها بالفعل، وبتقدر تتعايش معاها وتحس بمتعة اكتر في العالم الافتراضي. ده في الواقع الافتراضي. طيب الواقع الافتراضي اللي عندي دون، انا كده خلاص عرفت ان انا ممكن اسافر بقى اتخيل اي لعبة حاططها، اي فيلم ان انت بتعرضه، انت في مكان في دولة اوروبية، انت في حديقة، اي حاجة انت بتتخيلها معاك في ال HDM اللي هي نظارة الرأس. طيب ايه اللي انا هستفيده في الواقع الافتراضي او ايه مزايا في التعليم؟ انا قلت دلوقتي هو انا هفضل كده ابص ان انا اسافر واشوف صور واشوف افلام؟ لا، ده انا بقول المغزى من ده كله
ازاي انا اقدر اوظف الحاجات دي في العملية التعليمية تفيدني علميا، على قد الترفيه على قد ما استفاد منها علميا. اول مزايا من مزايا الواقع الافتراضي في التعليم، وهي زيادة الفهم والمعرفة. زيادة الفهم والمعرفة، احنا قلنا دلوقتي لو انا بسمع غير ما ان انا بسمع وبشوف، غير ان انا بسمع وبشوف وبحس، يبقى هنا بتزيد المعرفة والفهم معايا اكتر. طيب كمان بيعمل لي ايه؟ زيادة التفاعل والمشاركة. انت لو انت في واقع افتراضي زي الواقع الافتراضي اللي قدامك ده، احنا شفنا الصورة بتاعت الشاب بيكاد يكون هيمسك الفراشة، يعني هو بيتتبع الحركة بتاعتها، عاوز يمد ايديه يلمسها او يمسكها، يبقى اذا هنا في تفاعل ومشاركة معايا. يعني لما اعرض لك تجربة بالواقع الافتراضي، لو في العلوم مثلا او في الدراسات وهكذا، انت بيبقى في تفاعل معاك، انت بتحس ان انت بتتعايش في التجربة بتاعتك دي. كمان عندي من مزايا التعليم من خلال تجربة افتراضية، زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي شفت القلب ده اللي كنا عارضينه في 3D، هو بيتحرك وبيضخ دم، يبقى التجربة عندي دي افتراضية بس من عالم حقيقي قدامي، يعني حاجة انا شايفاها، فبالتالي هنا انا سخرتها في تجربة افتراضية لتعليم. تمام؟ يبقى استفدت منها ولا ما استفدتش؟ استفدت طبعا، لان هي قدمت لي معلومة بطريقة مبسطة، بطريقة شيقة، بطريقة جديدة. عندي كمان من مزايا الواقع الافتراضي في التعليم ان هو بيوفر الوقت والمال. طب ايه علاقة الوقت والمال بالواقع الافتراضي؟ ده بيوفر معنا كتير جدا على فكرة. بيوفر معايا في الوقت وفي المال في ايه؟ تتخيل لو انت دخلت معمل وجيت تعمل تجربة وضفت عنصر على عنصر عشان تجيب مركب تاني، لو انت العناصر اللي انت حطيتها دي مش هتجيب فلوس، هتدفع فيها فلوس، هدفع فيها مال، تمام؟ هدفع فيها اجهزة. انما انا لما هي عندي متوفرة، وهنشوف الكلام ده بعدين في العمل ان شاء الله باذن الله بطريقة حلوة، بتوفر لي في المال وبتوفر لي في الوقت بتاعي، بدل ما انا ممكن اروح مثلا مركز بحوث عشان اشاهد تجربة او اعمل تجربة، لا، انت ممكن بتستخدم الواقع الافتراضي في التعليم ان انت تعمل التجربة دي وانت وقاعد في البيت او انت وقاعد في الفصل بتاعك. تمام؟ يبقى من مزايا زيادة الفهم والمعرفة، زيادة التفاعل والمشاركة، التعليم من خلال تجربة افتراضية، وتوفير الوقت والمال. طيب ايه هي الادوات اللي انا ممكن اقدر استخدمها في الواقع الافتراضي؟ انا شفت من شوية كده في الشريحة اللي قبل اللي عدت الشاب اللي هو لابس النظارة. طيب هل هي الادوات المستخدمة نظارة بس؟ لا، هنشوفهم مع بعض. تعالوا نشوف كده مع بعض. اول حاجة وقلنا هي النظارات الـ HDM وسماعات الرأس. طبعا اول ما ابتدت الحاجات دي كانت حاجات في البداية اختراعات متصلة بجهاز الكمبيوتر، وبعد كده ابتدت تتحدث، بقى في منها متصل وفي منها منفصل. ادي عندي اشكال متعددة من نظارات الـ HDM وسماعات الرأس. طبعا كل شركة من الشركات بتنتج حاجة، بتبقى فيه شركات تانية منافسة ليها، شركات تانية منافسة، يبقى أنا لازم بزود تقنية حديثة على الحاجة اللي موجودة عندي. الشركة نمرة واحد عملت حاجة، شركة نمرة اتنين زودت عليها حاجة تانية، لا ده أنا طورتها، طورت في الشكل بتاع الشاشة، بدل ما هو مستقيم لا ده أنا خدته دوران من الجنب، لا ده أنا زودت لها في التقنية الزيادة بالسماعات المتصلة بنظارات الرأس. يبقى زي ما انا شايفة كده، هنا في اشكال متعددة اهي للسماعات، ممكن شايفين الشكل الاخير اللي لابساه البنوتة دي، واخد شكل دوران من الجنب، وادي السماعة المتصلة بي بالاذن عشان اتعايش بالصوت والصورة، اتعايش بالصوت والصورة داخل التجربة اللي انا بعملها، او داخل الواقع الافتراضي اللي انا بتعايش فيه قدامي، او اللي بيعرض قدام مني. تمام؟ طيب الكاميرات دي عندي، او النظارات، سوري النظارة، اي نظارة دايما بقول فيها عدستين، يعني النظارة اللي احنا بنلبسها على وشنا العادية سواء شمس او نظر او واحدة يمين واحدة شمال. الشاشة برضو اللي عندي دي النظارة ليها شاشتين، الشاشتين هنا ما بيعملوش عندي في نفس الوقت، ما بيعرضوش الصورة في نفس الوقت، لا في تفاوت بضع من الثانية، في تفاوت في عرض الصورة على الشريحة الاولى والثانية في الشاشة بضع ثواني، هو ده اللي بيديني البعد، بيديني 3D، بحس ان الشكل ده مجسم،
لان الشكل ما بيمشيش معايا مره واحده، ما بيتعرضش على مره واحده، لا بيتعرض على مرتين وبحسهم ان هم فوق بعض، فبتديني العمق بتاع ال 3D. طيب ايه تاني عندي من الادوات اللي ممكن استخدمها في الواقع الافتراضي غير النظارات وسماعات الراس دي؟ عندي القفازات. يا سلام، هو احنا هنستخدم كمان قفازات في الواقع الافتراضي؟ طب القفازات ليه؟ ده القفازات دي مش قفازات عاديه، تعالوا نشوف مع بعض انواعها واشكالها. القفازات زي ما انا شايفه كده في اول صوره اتعرضت معايا موصله باسلاك، الاسلاك دي بتعمل على الاستشعار والحس، يبقى انا هنا بلعب في القفازات على الاحساس، انا بتديني احساس مش بس ان انا شايف، لا ده انا شايف وسامع وحاسس، يبقى انا زي ما قلت كده بزود في الحواس اللي مدهلنا ربنا، اللي رزقنا بيها ربنا، بزود في الحواس، فبالتالي بتعمل لي عمليه تفاعل ومشاركه اكتر في العالم الافتراضي اللي انا موجود فيه. القفازات زي ما قلنا هي مزوده باسلاك بتعمل على الحس والاستشعار. زي ايه مثلا؟ انا لو بتفرج على حاجه سخنه وجيت فعلا اجي امسكها بحس بالسخونه، بحس بالسخونه. انت لو بتشوف في النظاره بتاعتك دي مثلا عرض في حاجه اوروبيه، دوله من الدول الاوروبيه اللي كاسي الاشجار بتاعتها والجبال كاسيها التلج، انت بتستشعر بالبروده حتى لو درجه الحراره عندها 45 وانت واقف فيها، بتحس فعلا بالبروده، بتحس ان انت بردان. من ايه؟ من الاستشعار عندي من القفازات دي. تمام، يبقى وكمان في عندي القفازات، وكل مرة بنقول التكنولوجيا بيتطور، ففي حاجات بتتطور أكتر وأكتر وبتدخل في التكنولوجيا أكتر وأكتر. طيب دي بالنسبة للأدوات المستخدمة في الواقع الافتراضي واللي بتعيشني في واقع افتراضي غير حقيقة على فكرة، لأن أنت داخل التجربة افتراضية، احنا بنقول التجربة افتراضية وليست حقيقية، يعني الشاب اللي كان في الجنينة دي هي مش جنينة حقيقية، لا ده هو في مكانه في بيته وبيتخيل ان هو في واقع افتراضي. تمام، تعالوا نشوف مع بعض الميرج كيوب. ايه هو الميرج كيوب ده؟ احنا هنقوله دلوقتي كده سريعا وبس، هنستخدمه مع بعض في الواقع المعزز. الميرج كيوب ده مكعب ثلاثي الابعاد زي ما احنا شايفين شكله كده، مكعب ثلاثي الابعاد، المكعب ستة اوجه معروف. تمام، بيتيح للمستخدمين ايه؟ التفاعل مع الاشكال بطريقه مجسمه وبتقنيه الواقع المعزز اللي هو الاي ار. شايفين الشكل بتاع المكعب ده؟ عليه رموز وعليه اشكال، الرموز والاشكال دي والحروف دي تعتبر اكواد، كل رمز او كل حرف ده كود لدرس معين بيعرض، كود لدرس معين بيعرض، واخر اخر العرض ان شاء الله بنشوف عرض المجموعه الشمسيه على الميرج كيوب. الميرج كيوب دون بيساعدك على الفهم السريع وبيكون دايما اقرب للحقيقه. الميرج كيوب هنقول طب احنا هنجيبه من فين؟ هل هو ده متداول؟ هل موجود في مكتبات؟ انا هجيبه من فين؟ هشتريه بكام؟ الميرج كيوب السعر بتاعه 15 دولار، 15 دولار. طب انا كطالب ما عنديش الامكانيه ان انا اشتري حاجه زي كده، او لو عندي الامكانيه مش عارف المكان اللي هجيبه من فين، ممكن ما يكونش عندي في سوهاج. تمام، احنا بنقول لك ان انت ممكن تحصل على الميرج كيوب المكعب ثلاثي الابعاد ده باقل من القليل. ازاي؟ لما انت بتقولي لي دلوقتي ب 15 دولار، لا احنا ممكن بنعمله ايه؟ على اي بحث في على اي سيرش معانا في جوجل او في ايدج ايا كان، بنكتب الميرج كيوب او المكعب المدمج. كلمه المكعب المدمج او الميرج كيوب بيجيب لي الرسمه اللي قدامنا اللي انت شايفها دي، الرسمه المفروضه دي رسمه المكعب هو مفروض. تمام، من 6 اوجه، ادي واجه 2 3 4 وفي النص واحد اهو، يبقى 5، واللي على الطرف على اليمين خالص دون اللي هو السادس اللي بغطي بيه اللي هو الوجه السادس بتاعه. انت بتطبعه على ورقه ايه فور عاديه جدا من الكمبيوتر. تمام، وباجي بفرغ الشكل، بفرغ الشكل الاسمر ده الموجود اللون الاسود اللي هو بتاع المكعب، وبطبقه التطبيقه بتاعه المكعب ده، وبقدر اسلط الكاميرا بتاعتي بتاعه الموبايل زي قراءه الاكواد. لما بسلط الكاميرا بتاعه الموبايل على كود معين او على رسمه معينه بتعرض لي درس معين، يبقى اذا هنا كل رسمه او كل رمز مرتبطه بدرس معين، ما هيش اي حاجه بتتعرض فيها. تمام كده؟
طب دي بالنسبة للميرج كيوب، وهنستخدمه بعد كده في الواقع المعزز اللي هو الاي ار، وهنشوف عرض للمجموعة الشمسية. انا منزله الرابط بتاعها اهو، وممكن ننزله في الشات ان شاء الله في نهاية المحاضرة. طب ايه هو الواقع المعزز بقى؟ الواقع المعزز دي تجربة اقرب للحقيقية، تجربة اقرب للحقيقة. زي ايه مثلا؟ احنا قلنا الميرج كيوب دلوقتي انت بتستخدمه كرموز واكواد، رمز او كود موجود عندي، تمام؟ انا بسلط عليه الكاميرا فبالتالي بتوضح لي حاجة معينة. الحاجة المعينة دي زي مثلا ايه؟ لو شفنا الصورة اللي قدامنا دي صورة شاب لابس تيشيرت. التيشيرت ده لو بصينا على الرسمة اللي عليها باللون الأبيض ده، بحسها دي رسمة ضلوع القفص الصدري والقصبة الهوائية، وتحت كده الأمعاء. أدينا لما سلط عليها الموبايل، شايف الصورة دلوقتي في الموبايل أهو، الصورة في الموبايل بتبين له الضلوع بالظبط، وكأني بالظبط داخل الإنسان، ومن الداخل من جوه في الرئتين وفي الكبد والبنكرياس والمعدة وادي الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة أهي من تحت. يبقى هل أنا دخلت داخل الإنسان ده؟ لا، بس اللي جوه ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ده حقيقي، ده واقع حقيقي. الجهاز اللي داخل الإنسان ده واقع حقيقي. يبقى إذن عندي هنا الواقع المعزز بقول عليه إيه؟ هو تجربة بتدمج العالم الواقعي اللي هو الحقيقي اللي بنعيش فيه بأساليب تفاعلية جديدة. التفاعلية دي اللي هي إن أنا أستخدم قارئ أكواد، إن أنا أقرأ الكود اللي على التيشيرت، تمام كده؟ بتقنية الواقع المعزز وبإضافة مؤثرات بتزيد من الفعالية لدى المتعلم، وبيعتبر مكمل للواقع الحقيقي، لأنه بيجمع بين المتعة والمعرفة في وقت واحد. أنا لما بشوف الرسمة، يعني لو اترسم لي الجهاز التنفسي والجهاز الدوري أو الهضمي للإنسان برسمة عادية، عمري ما هعرفها قوي زي ما هي مرسومة عندي أو باينة هنا في الموبايل وكأنها حقيقة، زي من شوية لما استعرضنا القلب، تمام، او الجهاز الدوري للانسان. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض مع في جوجل لحظه كده. تعالوا نشوف في النت عرض للميرج كيوب لمجموعه الشمس والكواكب. شايفين العرض ازاي؟ كأن بالظبط المجموعة الشمسية معايا والكواكب اللي حواليها أنا أقدر أمسكهم بإيدي، يعني حاجة أقرب للحقيقة، حاجة أقرب للحقيقة، وده عندي اللي هو الواقع المعزز. يبقى الواقع المعزز عندي أقرب للحقيقة. هنشغلها تاني عشان شوف كمان الشكل بتاعها لما اشتغلت كده، غير ما حد ان هو يشرحها لي او مدرس يكلمني عليها ان الشمس كذا، تمام كده اهو. شايف الشمس والكواكب اللي حواليها باينه ازاي، وكأنك انت بتمشي حواليها ومديك صوت ان في حاجة ماشية حواليها او ان انت فوقيها بالظبط، تكاد تكون تلمسها بإيدك. يبقى هنا عندي بيفرق الواقع الافتراضي والواقع المعزز عندي في العملية التعليمية فرق كبير جدا جدا جدا. يعني كده احنا بنقدر نوجه ذهننا وحواسنا على ظاهرة معينة من الظواهر، تمام، او تجربة بهدف ايه؟ بهدف ان احنا نتعلم ونكتسب قدرة ومهارة من التعليم دول، ونعرض بطريقة تجذب الذهن لدرجة ان انت ممكن تتعايش داخل التجربة نفسها. يعني انا كده انت حسيت في دلوقتي لما عرضنا المجموعة الشمسية ان بالفعل الشمس في ايديك والكواكب اللي حواليها انا ماسكها بايدي، تمام كده. برضو لما عرضنا القلب من شوية، او هنا الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي للانسان زي ما هو واضح معايا كده في الصورة هنا، لا دي حاجة حقيقية بالفعل، تمام؟ طيب أنا لو استعرضت حاجات كتير أو تجارب كتيرة جدا افتراضية معانا،
بلاقيها جذابة وجميلة. أنا ممكن أستخدمه في العلوم، في العلوم بس لا، ده أنت ممكن تستخدمه كمان في الدراسات الاجتماعية. ممكن بشوف طبقات الأرض، تخيل لو أنت الأرض عندك أو الكرة الأرضية نصين زي القلب كده، وبين الطبقات بتاعتها طبقة طبقة، بتكون ليك أقرب من الحقيقة، أحسن من إن أنا أستوعب أو أتلقى معلومة بالكلام. تمام، يبقى عندي هنا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أقدر أقولهم كده في تلخيص بسيط إن الواقع الافتراضي معايا هو تجربة في عالم افتراضي، يبقى عالم وهمي، عالم غير حقيقي. تمام كده؟ بتنقل المستخدم أو الطالب اللي موجود فيها لعالم، العالم افتراضي ثلاثي الأبعاد، باستخدام قلنا النظارات، القفازات، الخوذات، وفي لسه هنسمع تاني كمان على حاجات وأدوات نستخدمها في الواقع الافتراضي، زي ما قلنا كل مدى التكنولوجيا في تقدم سريع. الواقع المعزز أقدر ألخص ده كله وأقول زي ما قلنا هو تجربة بتدمج العالم الواقعي اللي احنا بنعيش فيه ده مع نماذج افتراضية. بتمنحنا ايه؟ بتمنحنا تجربة افتراضية. انت عندك دي تجربة افتراضية على الموبايل، ما انا مش هقدر امسكه، مش هقدر افتح الانسان كده وابص فيه، لا. يبقى اذا ده مدمج. طيب عندي انا هنا قلنا لو طلبة مثلا في كلية الطب، انت عندك في في الكوز بيسز ايديو، انا ممكن بستخدمه كمرحله ابتدائيه، بستخدمه في المرحله الاعداديه، في المرحله الثانويه، في مرحله الجامعه، بيوفر معايا حاجات كتير. زي مثلا ما نقول طلبه كليه الطب كان زمان عشان يجي يتعلم على انسان، فكان لازم بيجيبوا موتى فعلا حقيقيين وبطريقه معينه بيفرغوهم وبيجيبوا الهيكل العظمي والاجهزه وي وي وي. تمام، او في التشريح. الكلام ده خلاص ما عادش دلوقتي، لا دلوقتي اشتغلوا على الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ان انا بجيب الحاجات دي زي ما شفنا القلب وشفناه مقسوم، الاذين وحده والبطين وحده والشرايين والضخ ازاي، ده هو بيتعلم عليها، ده خلاص بقت حاجات تعليميه. ممكن بيجيب جثه كامله وبيتعلم عليها الطالب. كذلك برضو في عندنا في العلوم، وزي ما قلنا برضو في الدراسات الاجتماعية. طب استخدمه في الدراسات اللي في العلوم بس؟ لا، ده انت الاجمل من ده كله ان انت ممكن تستخدمه في الرياضيات. تخيل بقى ان انت ممكن تفك بيه تكعيبات وجذور والحكاوي دي والمسائل الصعبة قوي دي، ممكن بعملها بالميرج كيوب. تتخيل ده؟ كمان ممكن ان انا استخدمه في الفنون، بستخدمه في التاريخ، بستخدمه في حاجات كتيرة جدا انت ممكن ما تتخيلهاش اصلا. يبقى الواقع الافتراضي والواقع المعزز عندي او التطبيق بتاعي بتاع كوز بيسز ايديو بستفيد بيه استفادة كبيرة جدا في العملية التعليمية، وبتكون بتعرض عندي دروس بطرق جديدة، اساليب حديثة، اساليب فعلا تواكب العصر اللي احنا فيه، تخلينا نواكب التكنولوجيا، ما نقفش في مكاننا محلك سر، لا دايما بندور على الحاجة الجديدة، دايما بشوف ايه الحديث وفي الاحدث منه. زي مثلا لما بتيجي في برامج وبتقف لفترة معينة وفي برامج بيجي احدث منها، يعني الكوز بيسز ده بنلاقيه احدث من حاجة تانية، وفي اكيد في برامج تانية احدث من الكوز بيسز وصلت ليها التكنولوجيا. فلازم الانسان مننا او الطالب مننا يستخدم المهارة بتاعته ويستغلها صح، استغل المهارة اللي جواك وطلعها صحيحة. ما اقفش كده واقول لا هو ده اللي انا اتعلمته، لا دور ورا التعليم على طول، ودايما خليك في دايرة مستمرة، ما اقفش اللحظة، اللحظة اللي بوقفها بترجعني الخطوة، بترجعني خطوات تاني كتير جدا. تمام كده؟ طيب ده بالنسبة للواقع الافتراضي والواقع المعزز وتعريف الكوز بيسز وايه هي استخداماته. ده كان الشق النظري ان شاء الله في التطبيق، وبإذن الله الحلقات الجاية التلاتة بنشتغل عملي، هنعرف ازاي ندخل على التطبيق، الروابط اللي ممكن ندخل منها، هنعرف ازاي نعمل حساب سواء كنت طالب او كنت معلم، لان زي ما قلنا من شوية ان انا بشتغل عليه بطريقة فردية او بطريقة جماعية. هتعرف ازاي ان انت تستعين بكائنات او شخصيات كرتونية، هتعرف ازاي تدخل على البيئة بتاعت الكوز بيسز ايديو، هنشئ بيئة، تمام، هنشئ محتوى تفاعلي اتفاعل فيه، هشوف الدرس اللي انا هعمله ايه بيتكلم على ايه وايه الشخصيات المناسبة ليه.
تمام؟ يبقى كل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله بناخده مع بعض بطريقة عملية، بطريقة مبسطة جميلة جدا. عايزين دايما نبقى في الانتظار، وإن شاء الله بداية الجلسة الجاية أو المحاضرة الجاية بإذن الله بناخد فيها كده أسئلة، أو مش بنقول أسئلة، هي حتة تنشيط شوية، إن أنا بشوف إيه مدى استيعابنا لليوم النهاردة بتاعنا بتاع المحاضرة. تمام كده؟ يبقى قلنا ملخص جلستنا، ايه هو تطبيق كوز بيسز، وايه هو استخداماته، وايه يعني ايه واقع افتراضي الفي ار، ويعني ايه الواقع المعزز الاي ار. تمام كده؟ وعرفت الفرق بينهم الاثنين. طب اقدر اقول، ويا ريت حد معانا، لو استاذه سلوى لو في مشاركات من ابنائنا الطلاب، حد يقول لي ايه الفرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، هل في فرق بين الاثنين ولا لا؟ استاذه سلوى معايا؟ استاذة سلوى؟ ايوه استاذة افكار لو في حد بنستخدم خاصية رفع اليد من ابنائنا كده يقول لنا ايه الفرق بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي؟ احنا في المنحة مش بنتيح الكلام مش للطلاب، خلاص بيبقى تمام. في اي استفسارات بتبقى ان شاء الله بعد ما تخلص المحاضرة تاني يوم بتفتحوا الجروب وتتكلموا براحتكم مع الطلاب. خلاص ماشي اوكي تمام. يبقى احنا هنا من تعريف الواقع الافتراضي والواقع المعزز بقول الاثنين مكملين لبعض، الاثنين مكملين لبعض. واقع افتراضي يعني بيخليني في مساحة افتراضية، واقع معزز بيدمج العالم الواقعي مع النموذج الافتراضي، يبقى اذا هو مدمج. يبقى هنا اقدر اقول ان الواقع الافتراضي والواقع المعزز هما الاثنين وجهين لعملة واحدة، يعني هما الاثنين مكملين لبعض، الواقع الافتراضي والواقع المعزز وجهين لعملة واحدة. نلقاكم على خير إن شاء الله أبنائنا وبناتنا الطلاب. ما حبيتش أطول عليكم النهاردة في الشق النظري. حفظكم الرحمن أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.